يا اخي عاوز يدخل البهجة والسرور على قلوب المسلمين. يا اخي عايز المسلمين يعيشوا في حلم، يعيشوا في عمار. يا اخي اغني اخوانك، يا اخي اغني ولاد بلدك يا اخي، بدل ما انت عم حاطط لي فلوسك بره يا اخي. يا اخي اغني المسلمين، يا اخي اغني اخوانك وكفاياتكم ظلم للناس. كفاياتكم مليارات لمتوها من مصر ومن عرج الناس. كفاياتكم، كفاياتكم يا رجال الاعمال، كفاياتكم يا ظلمه، كفاياتكم يا ظلمه، كفاياتكم يا اولاد الحرام. البلد محتاج، الشعب محتاج. يا اللي معاك مليارات ومستغلها ضد البلد، يا اللي معاك مليارات ومش راضي تخدم بيها البلد، يا اللي معاك مليارات وعارف ان مصر محتاجه، ربنا يكويك بيها ان شاء الله، لانك اصلا مش على مله الاسلام. انت والقناة تحتك والعاملين في القناة، ربنا يعدم دينكم نار جهنم. قناة اللي انت فيه واللي معاهم كلهم ظلمة وبغاء وضد البلد، وكام اعلام ضد البلد، والاعلام الفاسد ضد البلد، الخنزيرة هي وجوزها ضد البلد، وكل ابو حمالات وغيره وغيره، ومحمود وسع وغيره، وناس كتير عايزة حدش وسطها. ناس واللي بتطلع للبلبشت في عينيها، كل دول ضد بلدك، ضد مصر. بتاخدوا 15 مليون بتعملوا بها ايه يا ظلمه؟ يا اعلام يا فاشل، يا اعلام يا اللي مالكش قيمه، يا اللي بوظت البلد. اللي البلد مليان بالايجابيات، مفيش غير السلبيات اللي بتعرضوها بس. ها؟ جايبين لي واحد عامل شيخ ما يعرفش عن الاسلام حاجه، جايبين الكابتن وجدي ولا ما اعرفش الكابتن ما اعرفش الجندي، والكابتن سعد الاثنين كباتن جايبينهم يتكلموا في الدين ويأمروا في قضية طلاق. قضية طلاق جايبين دين جديد، جايبين شرع جديد. يا خالد يا جندي، انت وسعد هلال ولا معرفش مين، يبقى انتوا افضل من ابو حنيفة والشافعي وابن حنبل، افضل من الائمة الاربعة، افضل من علماء الامة. لما انتوا طالعين النهاردة بتقولوا ان الطلاق الشافعي ولا يقع، ولازم بورقة ولازم بوثيقة، ولازم ده الطلاق والرجعة والنكاح بكلمة، بكلمة يا جهلة، بكلمة. يلا عايزين تخلي المجتمع المصري يعيش في حرام، يلا عايزين المسلمين يعيشوا في حرام. طب ناقشوا قضية الشيعة، بدل ما انتوا بتناقشوا قضية انتوا أصلا مخطئين وعاملين نفسكم مشايخ وأستاذ دكتور وكلام فاضي. حرام، حرام الوزر اللي ارتكبتوه. إن ما تبتوش منكم ربنا هينتقم منكم. أوعوا، اوعى تسمع كلام الناس دي، الناس دي ضاله ومضله وعايزه تضلل الشعب وعايزه تضلل المسلمين وتضلل الامه الاسلاميه. اوعى تسمعوا الناس دي، الناس دي اصلا ضاله ومضله وعلمانيه، ان كان الجندي ولا هلال ولا ما اعرفش مين، الناس دي اصلا ما عادش معها. الطلاق يقع بكلمه، في فرق بين الطلاق الشرعي والطلاق المدني لحفظ حقوق المراه. يا جهلة اسمعوا يا اللي قلتوا للناس كلام، وانتوا اصلا عارفين انكم بطلانين. بس يا ابويا علمني الهيافة، تعالى يا ابني في الفرقة والصدر عشان تتشهروا اكتر واكتر، تعمل كلام فاضي، والقنوات هتجيبهم برضه، والمذيعين اللي هابطين هيجيبوهم برضه، زي ما كان جايب اللي مراش ولا معرفش مين التافه ده، هو وغيره جايبين الناس التافهة دي. ليه؟ عشان ايه؟ المسلمين ناقصينكم، احنا ناقصينكم يا اخوان، انت وهو ناقصينكم انتوا التانيين، انتوا بس اللي جايبين دين جديد وجايين الناس. يا ظلمه يا بغاء، ارجعوا زيكم زي المحتكرين، بتحتكروا امور فقهيه خاطئه. يبقى يا اخوانا نرجع لربنا تاني. كفايه، كفايه اللي راح، كفايه اللي راح بقينا كتير، مش باقي حاجه، مش باقي في العمر حاجه. طب لما انت مش باقي في عمرك حاجه، بتضل الناس ليه؟ ليه بترتكب اللي انت بترتكبه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الله عليه، يا اخي عاوز يدخل البهجه والسرور على قلوب المسلمين. يا اخي عايز المسلمين يعيشوا في حلم، يعيشوا في عمار. يا اخي اغني اخوانك، يا اخي اغني ولاد بلدك يا اخي، بدل ما انت عم حاطط